بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد عبد الله الصادق الأمين. حياكم الله في الجزء الثاني من سلامة الأغذية والتغذية. أنا الدكتور سرحان محمد من الأكاديمية العربية الدولية منصة أعد. في هذا الدرس راح نتواصل الكلام عن أو نواصل الكلام عن سلامة الأغذية والتغذية وأهميتها وشو علاقتها بالإنسان. طبعا أهم فئة من الفئات المستهدفة أو الفئات اللي هم قليلين المناعة هم الأطفال، أيضا لأنه يكون في مرحلة النمو، لذلك يكون أكثر عرضة مثلا للتلوث والكونتيميناشن، بالإضافة إلى الفئات اللي تكلمنا عليها سابقا في الجزء الأول اللي هي فئة الناس اللي هم مرضانين أو فئة الناس اللي هم معرضين مثلا لضعف المناعة. طبعا ما يأكله الأطفال بين الفطام وبدء المدرسة مهم جدا للنمو، لمثلا عملية الطول والوزن وتكوين الأنسجة، وبالتالي لازم ندير بالنا عن الأغذية في هذه المرحلة المهمة. طبعا يتم تأسيس العادات الغذائية في هذه المرحلة من الحياة. إذا عودنا الإنسان على الأكل الصحي أو الطفل على الأكل الصحي راح يظل يأكل في أكل صحي، إذا عودناه على تجاوز بعض الوجبات راح يصير يعني باختصار راح يطلع الولد على ما تعود من قبل الأسرة. هم أقل يعني سيطرة طبعا مما قبل، خصوصا لما يبلش مثلا فوق عمر 5 سنوات ما فوق. الأمهات يمكن تخرج العمل، الأبوين ما يكونش داخل المنزل. طبعا الطفل الصغير خصوصا إذا كان مثلا في مركز رعاية أطفال لو حضانة، هناك بعض الشركات تصنع منتجات خصيصة لهذه الفئة العمرية، ويمكن استهداف الأطفال الصغار عن طريق الإعلانات والتلفزيون، والأطفال الصغار لديهم تصور طعم مختلف عن البالغين أيضا. لذلك لازم إنه نراعي هاي الفترة الحساسة من الفترة العمرية. طبعا الأطفال حسب الفطرة يفضلون الأطعمة الأكثر حلاوة، ويكرهون الأذواق المرة أو قليلة الحلاوة، وغالبا ما يتعرضون مثلا يعترضون على الخضروات أو الملفوف أو ما شابه من الخضروات اللي تكون مثلا فيهاش حلاوة. بالعكس مثلا يكون عندهم رغبة في الآيس كريم، رغبة مثلا في البودينج، رغبة في الشوكولاتة، لأن هذه تعطيهم مذاق وطعم وراحة، وبالتالي هم ينجذبوا لهذه الأطعمة. لكن زيادتها في هذا العمر مش صحي للغاية، خصوصا مثلا تسوس الأسنان، احتمال الإصابة بالسكري، أيضا البدانة وما شابه، وبالتالي لازم إنه نتناوز يعني عفوا يتم موازنة بين الطعام اللي هو المعطي ورغباتهم، يعني ما هو بالمفروض يتم دائما تلبية رغباتهم مثلا بإعطائهم الأشياء الحلوة. زي ما تكلمنا هون إنه تأسيس عادات، وبالتالي إذا أسسنا أو عودناهم على الطعم المعتدل، الحل يعني الحلويات المعتدلة، الأكل المعتدل، راح يعني يصير الوضع معانا كويس. إبعادهم مثلا عن الإعلانات المستهدفة خصوصا بالتلفزيون والإنترنت والإنستغرام والآيباد يمكن نسيطر عليهم، ما لم فإنهم هم راح يسيطروا علينا، خصوصا عن الآباء أتكلم. وبالتالي لازم إنه نكون يعني نحط الوضع تحت السيطرة أفضل ما يخرج عن السيطرة وبعدين نعاني طول الحياة. الغذاء يعني هو المادة اللي نتناولها ويعطينا طاقة ويعطينا مثلا بناء أنسجة وما شابه، لذلك يلعب اكتشاف المركبات الضارة في الغذاء دورا مهما في صناعة الأغذية. يمكن تحديد سمية هذه المواد من تحديد الآثار الضارة المحتملة على الصحة وسلامة المستهلك. مثلا على سبيل المثال أفلاتوكسين اللي هو مثلا سم طبيعي يفرز عن طريق الأسبوريجيلوس مثلا الفلافوس مثلا على سبيل المثال، تم تحديد سميته واعتباره مثلا من السميات المحظورة الموجودة في الأطعمة نتيجة مثلا لتأثيره على الأعصاب.
طبعا في مطلع سنوات عديدة أو في السنوات الماضية تغيرت صناعة المواد الغذائية من حيث عدد المركبات المستخدمة للإنتاج، ونتيجة لذلك مثلا صارت جودة الغذاء أعلى، صار مثلا التحكم في عدم التلوث أعلى نتيجة للتطور الصناعي. طبعا لكن التطور هذا دائما هو سلاح ذو حدين، زيه زي الإنترنت، زيه زي التقدم الموجود حاليا. بالزمانات كانت الأطعمة المستخدمة في الأوقات المبكرة قبل عدة سنوات كان ما يتمش استخدام الإضافات، ولكن حاليا بلش يتم عملية استخدام الإضافات، وهي إلى مثلا إيجابيات وسلبيات. من الإيجابيات إنه تطول طول العمر مثلا للمنتج، ويصير ممكن إنه نحفظه على الرف لعدة أيام أو في البراد، عكس الزمانات السابقة اللي كان مثلا خلال يوم أو بمجرد فتح العلبة يتم استهلاكه. لكن أيضا الإضافات تظل إضافات كيميائية يمكن فيها مشاكل وما شابه. طبعا في الوقت الحاضر هناك أطعمة بدون إضافات وما زالت، لكن صارت قليلة، خصوصا مثلا لأنه ازدهرت التجارة، وبدنا مثلا ننقل البضاعات مثلا من الاتحاد الأوروبي للدول النامية أو العكس. لذلك لازم إنه يتم استخدام مواد حافظة نتيجة مثلا لطول عملية الشحن والتخزين والخوف من عملية مثلا الفساد أو الكساد. من المهم للغاية زيادة القيمة الغذائية للأطعمة، نتكلم على الفيتامينات، المركبات المعدنية، الأحماض الأمينية الأساسية خصوصا ومشتقاتها، زيادة الخصائص الحسية اللي هي زي النكهة والطعم والمعززات النكهة، زيادة العمر الافتراضي زي إضافة مضادات الميكروبات والمضافات العازلة. كل هذا يندرج تحت سلامة الغذاء وتقوية الغذاء وله علاقة بالتغذية. لو استخدمنا مثلا مضادات الأغذية، عفوا الميكروبات أو مضادات الأكسدة والمضادات العازلة، معناته بالنتيجة إنه راح يكون عندي طعام قابل للتخزين لفترة طويلة، وهون نحافظ على سلامات الغذاء ونحافظ على الأمن الغذائي، وبنفس الوقت نضمن تغذية سليمة صحية. أيضا الخصائص الحسية تلعب دور كبير مثلا في رغبة الإنسان في تناول الكثير من الأطعمة. القيمة الغذائية للأطعمة الآن نلاقي مثلا الحليب المدعم، نلاقي مثلا الأطعمة الوظيفية اللي زي البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة فيه. الآن بلش يطلع عندنا مصطلح جديد يسمى بالوسط بيوتيك أو ما بعد البروبيوتيك، واللي هي منتجات البروبيوتيك يتم إضافتها للأطعمة دون الحاجة لوجود الكائنات الحية الدقيقة. تبقى المواد المضافة أو منتجات تحللها بشكل عام في الطعام، هذا لا شك فيه، على الرغم من أنه في بعض الحالات يمكن إزالتها أثناء المعالجة، لكن لازم تكون المضافات الغذائية الكيميائية أو البيولوجية لازم أنه تكون ضمن المواصفات أو ضمن الجرعات المطبقة، بحيث أنه نضمن ضمانة تامة أنه ما تكونش غير سامة للمستهلك. طبعا ينطبق هذا أيضا على كل من السمية الحادة والمزمنة، وهو مهم للغاية أيضا للمركبات ذات التأثيرات المسخية أو الطفرة أو المسببة للسرطان، لأنه يعني بعض المواد الكيميائية غير معروف مثلا تأثيرها على المدى البعيد، وياما هناك من المواد الكيميائية تم تشريعها وتحليلها والسماح بها بالإضافة في الأطعمة، وبعد سنوات أو عشرات السنوات أصبح هناك مثلا حاجة إنه مثلا يتم إلغاء هذه المركبات. أيضا الآن مثلا التفاعلات بين المواد الغذائية أصلا، خصوصا مثلا في المنتجات الغذائية اللي تكون مختلطة بين العديد من الأغذية من نشويات وبروتينات مثلا ودهون، يمكن أن يكون هناك نتيجة عملية التسخين لهذه الأغذية أن إنشاء مثلا مركبات ذات سمية عالية، نخص بالذكر هون الأكريلاميد
اللي ينتج عن تفاعل السكريات المختزلة زي الجلوكوز وبعض الأحماض الأمينية، وبالتالي ينشأ عندي مركبات ذات سمية يمكن إنه تسبب مشكلة للإنسان. طبعا إذا كانت المنتجات هي منتجات صناعية، لا شك إنه مديري الخدمة أو مديري المصانع عليهم المسؤولية الكاملة. لازم إنه قبل ما ينتج المنتج أو يتم عملية مثلا شحنه، لازم يتأكدوا إن الطعام آمن وخالي من التلوث. طبعا الأسباب الأكثر شيوعا للأمراض المنقولة بالغذاء هي التبريد غير السليم للأغذية. نتكلم إحنا عن منطقة مهمة من مناطق التبريد اللي هي من 4 إلى تقريبا 60. هذه المنطقة تسمى بالدانجر زون تمبريتشر أو بالمنطقة الخطرة لنمو البكتيريا. لذلك الأطعمة اللي تحتاج تبريد لازم تكون أقل من 4 درجة مئوية، والأطعمة اللي تحتاج إلى تسخين لازم تكون أعلى من 60 درجة مئوية. لكن البعض مثلا يهمل في عملية التخزين، وبالتالي مع مرور الساعات خصوصا مثلا بين التحضير والاستهلاك، يعني إذا كانت البكتيريا تتضاعف تقريبا كل ساعة أو كل دقيقة، فبالتالي تتكاثر البكتيريا هذه ويمكن إني تفرز سموم. الأشخاص المصابين الذين يتعاملون مع الطعام، وخصوصا إذا كان هناك عدم كفاية من إعادة التسخين للأطعمة والحيازة الساخنة غير السليمة للمنتجات الغذائية، خصوصا مثلا في المطاعم أو مثلا في الأوبن كافيه اللي هم دائما يعرضوا الأطعمة، إذا كانت التسخين غير كافي، وبالتالي سيصبح الطعام يعني مرتع ومنطقة ساخنة للتلوث وما بعد التلوث من إفراز العديد من السموم. لذلك لازم أن يكون هناك أخصائيين لسلامة التغذية ومنتشرين مثلا للتأكد من درجة الحرارة. مثلا الطعام مثلا في المطاعم لازم يكون مثلا إذا كان يتم حفظه في درجات حرارة ساخنة لازم تكون أعلى من 60، التغطية من التلوث، عدم التعرض مثلا للهواء الطلق والهواء المحيط أيضا لازم يكون محافظ عليه من الضوء والعوامل الثانية زي الرياح لاحتمالية نقل الأقمرة إليه وما شابه. تشمل الأسباب الأخرى أيضا لتلوث الطعام هي يعني الأصل إنه يكون الطعام آمن، لكن أحيانا يكون مصدر الطعام أيضا يكون ملوث ولو كان بحجم بسيط جدا. على سبيل المثال عند صناعة مثلا الشيبس أو رقائق البطاطا، إذا كان هناك بعض أنواع البطاطا ملوثة وبالتالي يمكن يتم نقل العدوى إلى جميع الأنواع الأخرى. أيضا مثلا على سبيل المثال الدجاج، مثلا إذا كان هناك مثلا دجاجة مصابة بالسالمونيلا أو فيها تلوث بكتيري، مجرد ما يتم تقطيعها بالسكين واستخدام السكين أو أدوات التقطيع في الأنواع الأخرى من البكتيريا، يمكن إنه ينتقل التلوث إلى جميع أنواع البكتيريا. أيضا التنظيف غير السليم للمعدات والأواني وعدم تعقيمها واستخدام مثلا درجات حرارة عالية للتعقيم 121 وما فوق يمكن تكون سبب رئيسي في نقل التلوث. أيضا التلوث المتبادل للأطعمة النيئة والمطبوخة أو ما يسمى بالكروس كونتاميناشن، وهو استخدام الأدوات والسكاكين والأواني اللي استخدمناها في تقطيع مثلا اللحوم أو الدجاج أو الأسماك في تقطيع الخضروات والفواكه. هذا واحد. طبعا الخضروات والفواكه ما راح تتعرض للمعاملة الحرارية وبالتالي راح تظل البكتيريا فيها. الخطأ الثاني والشائع هو عملية تخزين الخضروات والفواكه في الرفوف السفلية تحت اللحوم والأسماك، وهذا غلط لأنه يمكن يصير مثلا نزول بعض القطرات أو مثلا التلوث الغير مباشر.
أيضا توضح هذه الحالات أنه يمكن الوقاية من معظم الأمراض المنقولة بالغذاء إذا كانت ممارسات الصرف الصحي الغذائي والتحكم في درجة الحرارة جزءا لا يتجزأ من برنامج التحسين المستمر بالجودة، الغذاء معاملته بسيطة، حفظه إذا كان يحتاج إلى تبريد تحت درجة حرارة 4، تصحينه أعلى من 60 إذا كان سوف يطبخ أو إعادة أكله، عدم خلط الأطعمة النيئة بالأطعمة المطبوخة، استخدام مثلا واقيات الشعر أو مثلا الكمامات أو الجلافز أثناء عملية التقطيع، تنظيف الأواني بشكل أو بآخر. كل هذه العوامل ستؤدي في النهاية إلى عدم انتقال التلوث عبر الطعام. يجب أن تأخذ عمليات الرعاية الغذائية والتأكد الصحي للأغذية حظرا، خاصة لمنع الأمراض المنقولة بالغذاء اللي تسببها يا المخاطر الميكروبيولوجية اللي هي البكتيريا والفيروسات، أو الكيميائية اللي هي المواد السميات أو ما شابه أو الإضافات، أو الفيزيائية ونقصد فيها الحجارة وبعض الأشياء الغريبة اللي يمكن يعني تدخل بقصد أو بدون قصد داخل الأطعمة. بعض المستهلكين هم من بين السكان المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة، خصوصا الناس اللي هم مرضى أو قليل المناعة والأطفال، في حين أن الأفراد الأصحاء دائما ما يكونوا أقل عرضة لهذا الخطر. الفئات المعرضة للخطر خصوصا الأشخاص اللي يعانوا من ضعف المناعة واللي ما عندهمش قدرة للتحمل حتى مستويات صغيرة من الكائنات الحية الدقيقة، هؤلاء الناس يشمل الرضع اللي هما من بعد الولادة حتى عمر الخامسة مثلا، كبار السن، الهشين، النساء الحوامل، المرضى الداخليين أو المرضى اللي هما يكون على السرير مثلا، الأفراد اللي يعانون أصلا من سوء التغذية، والذين يعانون مثلا من اضطرابات جسدية واستقلابية خاضعة للرقابة، نخص بالذكر داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مناعية ذاتية، هؤلاء الناس هم الأكثر عرضة للتسمم الغذائي لأنه ما فيش عندهم قدرة لتحمل حتى مستويات صغيرة من الكائنات الحية الدقيقة، مستويات صغيرة من السموم، مستويات صغيرة من التلوث الفيزيائي، وبالتالي يعني كمية قليلة من الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تؤدي بهؤلاء الناس إلى الوفاة لا سمح الله. التلوث بشكل أو بآخر هو وجود مواد أو ظروف في الطعام يمكن أن تكون ضارة بالإنسان، هذا التعريف المختصر للتلوث. يشمل التلوث العديد من المصادر زي البكتيريا والفيروسات واللي تشملها التلوث الميكروبيولوجي، واللي تعتبر من أكبر تحديات السلامة لجميع المؤسسات الغذائية. طبعا لا يمكن رؤية الملوثات بالعين المجردة، ولكن يمكن التخلص عن طريق المعاملات الحرارية. يمكن أن تسبب العديد من أنواع تلوث الطعام الممرض أو المرض تسببه دون تغيير في مظهر الطعام أو رائحته ومذاقه، وهذه هي المشكلة، لأن بعض أنواع البكتيريا أو الفيروسات يكون تأثيرها مش على الغذاء ولكن داخل الإنسان. البعض الآخر يمكن أنه يفرز العديد من السميات، وبالتالي يمكن أنه يصير عندي الانفكشن أو الإصابة داخل جسم الإنسان بعد التذوق أو الأكل. يحدث التلوث المتبادل عندما تنتقل الجراثيم من مادة غذائية إلى أخرى، عادة تحصل من الطعام النيء زي الخضروات والفواكه إلى الأطعمة الجاهزة، أيضا عن طريق الأيدي أو المعدات إلى الأواني الملوثة، وكلها تؤدي إلى التلوث. تسبب المخاطر الميكروبيولوجية أكبر عدد من تفشي للأمراض
المنقولة بالغذاء، وهي الأكثر صعوبة في السيطرة عليها لأنها تنطوي على الكائنات الحية الدقيقة اللي تكلمنا، كائنات مجهرية تتكاثر بسرعة خصوصا إذا كان في الغذاء لأنه تلاقي البيئة المناسبة، وبالتالي ما نستطيعش السيطرة عليها. العزاء الوحيد في التلوث الميكروبيولوجي هو عملية التسخين في درجات حرارة عالية، عدم الخلط بين الأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة، استخدام أواني وأيادي نظيفة، وبالتالي يمكن التقليل من تصنف هذه الكائنات الدقيقة إلى 4 مجموعات رئيسية: المجموعة الأولى البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات والفطريات على وجه التحديد نتكلم عن الخمائر والعفن. الإلمام بكل هذه الكائنات الحية وكيف يمكن إنه تنقل الأمراض، كيف يمكن التعامل والتخلص منه، كيف يمكن مثلا انتقالها من غذاء إلى آخر، هو أمر ضروري لمدير الخدمات الغذائية وأيضا للناس مثلا في البيوت أن يكون عنده البيسك من المعلومات عن هذه المسببات. عادة ما يكون أي شخص يستهلك الطعام في بلد مثلا متقدم منظم جيدا عاش فيه لفترة كافية لاكتساب مناعة ضد الكائنات الحية الدقيقة المحلية الرئيسية، واثقا من أن الطعام آمن خصوصا في البلدان المتقدمة لما نتناول مثلا وجبات من الماركت أو ما شابه. إذا كان هناك أي هواجس ففي البلدان المتقدمة مش عشان البكتيريا وما شابه، يكون فقط حول المضافات الغذائية، هل تم اختيارها بدقة، هل فيها سميات، هل فيها مواد مسرطنة، هذا هم الإنسان اللي هو في بلد المتقدم. لكن بعكس الناس اللي هم الآن في البلدان اللي هم البلدان العالم الثالث اللي الآن مش الفكرة بموضوع التلوث زي الفكرة من وين نجيب الأكل أصلاً. طبعا بصرف النظر عن الأشخاص النادرين الذين يكون عندهم حساسية من بعض المواد الإضافية، فإن هذه المواد خصوصا المواد اللي تجيب حساسية أقل تهديدا للصحة من السموم والبكتيريا، ومع ذلك قد يتسبب الطعام اليومي في حدوث مشاكل من وقت إلى آخر، وغالبا تكون خفيفة على الرغم أنها خطيرة في بعض الأحيان أو حتى قاتلة. والسمية الناشئة عن السموم الطبيعية في الطعام أو من التلوث، طبعا هذه السموم يمكن هي سموم بكتيرية أو سموم مثلا كيميائية. بعض الناس يكون عندهم تحسس مثلا من الأطعمة، نخص بالذكر مثلا التحسس من الجلوكوز نتيجة لغياب اللاكتيز، لكن الآن هناك العديد من المنتجات الصناعية اللي يتم عملية نزع اللاكتوز. أيضا الجلوتين الموجود مثلا في الحبوب والقمح وهو عبارة عن بروتين، بعض الناس عندهم مناعة ذاتية لهذا البروتين، لكن حاليا هناك كثير من الأطعمة اللي هي خالية من الجلوتين. البعض يكون عنده حساسية من الفول السوداني، البعض يكون عنده حساسية مثلا من الأسماك أو الهستامين، وهلم جرة من الحساسية الموجودة يتم التعرف عليها مباشرة عند تناول الأطعمة وحدوث المضاعفات اللي تكون مثلا طفح جلدي، حكة، تهيج، قي، إسهال وما شابه. قد يكون التلوث بالميكروبات بسبب سوء معايير النظافة، عدم تغسيل وتجهيز الأطعمة بشكل كويس، أو بشكل أقل شيوعا قد تكون بعض المواد السامة قد دخلت إلى الطعام بشكل خاطئ، وهذا يعني تحدث نتيجة للصدفة أو تحدث نتيجة للخطأ غير المقصود. أصبح الغش الهادف للطعام بمواد ضارة في البلدان المنظمة يعني أو البلدان المتقدمة نادر جدا، لكن لما نتكلم عن البلدان مثلا العالم الثالث أصبح الآن الغش التجاري واستخدام مواد إضافية سامة أو مثلا مضرة بالصحة، لأنه الأسواق تبع الدول العالم الثالث هي أصبح مرتفع يعني مرتع أو مثل المكب للنفايات، مثلا المواد الغذائية اللي ما ترضيش تنقل مثلا
إلى أوروبا أو أمريكا أو كندا أو الدول المتقدمة، يتم تجميعها في رومانيا على سبيل المثال، أو في اليونان. والتجار العرب ما شاء الله يتم عملية الشراء وتسويقها في البلدان العربية. حتى الآن ضمن المقاطعة مثلا للكيان الصهيوني، البعض المنتجات الصهيونية يعني يتم تسويقها في اليونان على أساس أنها منتجات يونانية، وبعدين يتم شرائها وإدخالها إلى الوطن العربي. تحتوي العديد من الأطعمة العادية على بعض المواد السامة التي تحدث بشكل طبيعي، ولكن يعني أقل ضرراً. قد يكون هذا بوجود المواد السمية بكميات صغيرة، أو إنه الجسم ما يمتصها أيضاً، أو بسبب تحييدها بسرعة بواسطة الكبد لأنه يعمل كمصفاة للسموم ثم إفرازها في الصفراء أو في البول. يمكن بالطبع أن تكون آليات الحماية في الجسم عالية، وبالتالي تحد من تناول مثلا السموم أو ضررها. لكن إذا كان هناك خلل في الكبد أو الكلى ما يعملان بشكل كويس، أو ضعف المناعة، وبالتالي يكون ضرر هذه السميات بشكل عالي وبشكل أكبر. لكن يقال الوقاية خير من ألف علاج. التأكد من الأطعمة أنها مثلا خالية مثلا من الملوثات. طبعا السموم لا يمكن أن نراها أو نكتشفها، لكن حتى بالمعاملة الحرارية مش ممكن مثلا إنه تزال، لكن يظل الانتباه مثلا لفترة الصلاحية للمنشأ المكونات تبع الأكل. مثلا يمكن نطلع مثلا على المكونات تبعها من شو مصنوعة. إذا كان هناك شيء غير مثلا معروف، يمكن مثلا الدخول للإنترنت والبحث عليه. لازم نكون أكثر فعالية في مسألة مثلا التحقق مثلا من السموم. طبعا عدد قليل جدا من الأطعمة التي نتناولها تخضع لاختبار السمية، لكن معظم الأطعمة تقبل على أنها آمنة. ومع ذلك فإن جميع المواد الكيميائية فيما في ذلك المواد الموجودة في شكل طبيعي تكون سامة في بعض الجرعات حتى وهي طبيعية. لذلك لازم يعني نأخذ احتياطاتنا ونقرأ مثلا المكونات ومن وين مصنوعة. طبعا حيوانات المختبر زي الفئران إذا تم إطعامها الجلوكوز أو الملح بجرعات عالية يمكن إنه تموت. بعض المغذيات مثل فيتامين ألف والسيلينيوم إذا كان يعني تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يكون خطر أيضا. اختبار السمية في الطعام أو الآثار الضارة المحتملة أو مستوى الاستهلاك منه يعني شيء صعب للغاية في المختبرات، لكن يظل تناول كميات قليلة من الأطعمة والانتباه للمواد، خصوصا مثلا عندنا بعض الفيتامينات اللي تذوب في الدهون يمكن إنه تتراكم وتعمل سميات على الرغم إنه مفيدة للجسم. يعني بعض العناصر زي السيلينيوم مهم جدا للمناعة، الجلوكوز مهم كمصدر للطاقة، لكن حتى الملح أيضا مهم جدا للصوديوم واليود. لكن تناول كميات عالية منه يمكن أن تصيب جسم الإنسان أيضا بمشاكل خلال الفترة تناوله. طبعا توجد ثلاث فئات عامة من المخاطر في الأطعمة تكلمنا عليها: الملوثات الميكروبية والبيئية اللي تنتقل عن طريق البكتيريا والفيروسات والفطريات، أيضا المكونات السامة اللي تحدث بشكل طبيعي زي الهستامين، عندنا الجلوتين، عندنا اللاكتوز، أيضا عندنا تلك الناتجة عن المضافات الغذائية المتعمدة أو المتعمدة أو التقنيات الحيوية الجديدة مثل الأغذية المعدلة وراثيا. كل هذه يمكن أن تكون مصدر للتلوث أو مصدر للتسمم. أخطر الملوثات هي اللي تأتي عن طريق الملوثات الميكروبيولوجية زي البكتيريا في الطعام، يمكن أن تنتج السموم في الطعام حتى بعد تدمير البكتيريا عن طريق الحرارة. أيضا بقايا المبيدات والآفات تعتبر من أنواع السميات، لذلك لازم أن يكون هناك رقابة على الأطعمة وأسعارها.
يمكن اعتبار المكونات التامة التي تحدث بشكل طبيعي يعني حاجة طبيعية ما فرش منها، لكن هي موجودة أيضا بجرعات صغيرة يمكن تؤثر على الناس اللي هم تكلمنا أكثر حساسية وأقل مناعة، لكن لابد إنه يكون هناك مثلا اهتمام بالسموم الموجودة في الأطعمة واختبارها ومعرفة هل هي موجودة بالشكل أو بالحد الطبيعي أو لا. إلى هنا نأتي إلى نهاية الجزء الثاني من مادتنا سلامة الأغذية والتغذية، أتمنى أن تكون استفدتم بشكل أو بآخر. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.